بعد جديد وحلقة جديدة انطلقت معكم على مريم تي في. اليوم الجمعة 20 آب 2021. أنا بدي أقول صباح الخير لكل المشاهدين اللي انضموا لنا على شاشة مريم تي في. موعدنا اليوم مشاهدينا غني بالضيوف والفقرات مثل ما عودناكم. أنا وزميلتي ريتا رح نترافق معكم على مدار ساعتين من الوقت من هلأ للساعة 12. خليكم معنا. صباح الخير ريتا. صباح الخير تمارا لإليك، وأكيد صباح الخير لكل المشاهدين يلي انضموا لإلنا عبر شاشة مريم تي في. يعني بالرغم من كل الظروف يلي عم نقطع فيها والصعوبات، أنا وزميلتي تمارا بنتمنى لكم مشاهدينا نهاية أسبوع سعيدة ومباركة، وين ما كنتوا شو ما عملتوا إن شاء الله بتكونوا عم بتقضوا أجمل وأحلى الأوقات. صباح الخير عن جديد تمارا. صباح الخير ريتا، دايما بتعطينا جرعة إيجابية وأمل بحكيك على الصبح. كيف كان أسبوعك؟ يعني مثل كل الناس ومثلك أكيد تمارا، يعني كان في ضغط وستريس من كل النواحي. يعني بتعرفي قصة البنزين، قصة الخبز، قصة الأدوية، يعني هولي عم نعيشه كل يوم. وهذا قصة لبنان باختصار بشكل عام. صحيح صحيح، يعني عم نعيش ضغوط كل أسبوع، عم نعيش كل يوم بيومه، بس مع هيك دايما بيضل عنا أمل، ولو ما الأمل ما كنا عم نرجع نبلش نهارنا وعم نبلش من جديد. أكيد أكيد ريتا، أنا حابة أتشارك معك ومع المشاهدين اليوم بقول عن الخوف. بيقول لقد اكتشفت أن هناك طريقة واحدة لمعالجة الخوف، وهي أن تخرج وتخيف نفسك. ما بتعرف تعرفي ريتا، دايما في نصايح أنه إذا كان عندك فير أو عندك خوف من شيء مفروض تواجهيه. أكيد تمارا، مثل ما قلتي يعني نحن دايما بنتعرض، كل الناس بتتعرض للخوف، في كتير سورس لإله، يعني في كتير أشخاص، كل شخص بيخاف من شيء معين. مشان هيك مثل ما قلتي تمارا أنه لازم نواجهه، وفي كتير طرق لنقدر نتخلص من الخوف. يمكن عندك فوبيا من شيء معين؟ أنا في أشياء أكيد في عندي فوبيا من كذا شغلة، مشان هيك يمكن أول شغلة بعملها بصلي لحتى أنه ما خاف، وتاني شيء بعمل سبور كتير، يعني بحب أعمل سبور. بس بعد الحلقة لازم تواجه الشيء اللي أكيد أكيد بخوفك. معك حق تمارا، لأنه ما لازم شيء يخوفنا، لازم نواجه. صح. صحيح، يعني بتحس الشيء اللي بخوف حتى مشاهدينا بتحسوا كمشكن أو مأيدكن، فلما شخص يواجه خوفه بتحسيه تحرر لا شعوريا من هذا الخوف. صحيح، في أشخاص كتير بيكون عندهم فوبيا من هن وصغار، يعني هذا موضوع نفسي أكيد رح نكون عم نعالجه قريبا بفقراتنا. بيكون سببه حادثة هن وصغار أو موقف أو شيء معين ولد لهم رهب أو خوف، مثل فوبيا من البسينات أو حتى من الكلاب. فبجميع الأحوال كل شيء خوف عنا إياه مفروض نتعود أنه نواجهه لنكون عن جد عم نحس بالحرية وما يكون في شيء ابدا مأيدنا. مشاهدينا، رح نبلش فقرتنا الصباحيه مثل ما عودناكم بفقره قديس اليوم. تحتفل الكنيسه اليوم الجمعه 20 آب 2021 بعيد ميلاد سان برناردوس. سان برناردوس ربيب اسره فرنسيه عريقه بالحسب والنسب والتقوى المسيحية، نجح بدروسه وبرع فيها وكان مثال الشاب المحافظ على طهارته. بالتاسع عشر من عمره ترك العالم مع 4 من اخواته وخاله وعدد كبير من الشباب، ودخل معهم رهبنة القديس مبارك، وعكف على الصمت والصلاة والطاعة الكاملة، وكان يمارس التكشفات على أنواعها ويرغب بخدمة الكل، وكمان كان عم يلبس الثياب العتيقة، وخصص وقته أوقات فراغه ليكون عم يملأ عقله وذاكرته من آيات من الكتاب المقدس. بالرابع والعشرين من عمره راح على البرية وكان هناك عم بيصلي ويتأمل، وكان عمره 39 سنة لما أعطى الكنيسة أكثر من 88 راهب، وكمان أنشأ دار للنساء اترهبنت فيه أمه وأخته الوحيدة وعاشت بروح القداسة، كما أنه بيه وخيه الصغير كمان دخلوا الدار. توفى والده بنسمة القداسة بين إيديه، وكان المرشد الكبير للدنيا وعظائمها، وكمان بقلب جريء كان عم يقدر يواجه كل الصعوبات اللي
واجهها. القديس سان برناردوس مشاهدينا بقي على هيدي الحالة، كان عم يبشر بتعليم الدين المسيحي، وكمان مثل ما سبق وحكينا أقام الدير، وتوفي عام 1153 بنفس الرسالة. ريتا، من بعد فقرة قديس اليوم اللي نحتفل فيها أكيد كل أسبوع، مثل ما بتعرف نحن صرنا هلأ بالويك أند وبعطلة نهاية الأسبوع، وأكيد أنا وياكي عنا مشاريع. صحيح تمارا، مثل ما قلتي يعني كلنا عنا مشاريع بالويك اند، ولاحظنا انه هالجمعه كان شوي هيك درجات الحراره متدنيه شوي صغيره، يعني بعدنا بالشوب بس احلى من جمعه اللي قطعت. وبما انه نحن كلنا عنا مشاريع وعاملين بروجرامات، شو بدك تخبرينا تمارا عن حاله الطقس ليوم الجمعه 20 اب 2021 ولطقس نهايه الاسبوع؟ صحيح ريتا، راح انتقل انا وياك والمشاهدين لفقره الطقس. طقس يوم الجمعه 20 اب 2021، طقس مشمس ومشرق صيفي مشاهدينا، مع حراره عم تسجل 29 درجه ورياح شرقيه عم تبلغ سرعتها 9 كيلومتر بالساعه. اما طقس بدايه الويك اند يوم السبت فالحراره بترتفع، عم نشوف موجه شوب مشاهدينا مع 32 درجة ورياح شمالية شمالية غربية بتبلغ سرعتها 9 كيلومتر بالساعة. أما يوم الأحد فكمان الحرارة لارتفاع، حيث بتسجل 33 درجة ورياح جنوبية غربية بتبلغ سرعتها 12 كيلومتر بالساعة. ريتا، يعني كنا شوي مرتاحين من الشوب بهذا الأسبوع، حسيت أنه موجة الحر انحسرت وكنا عم نحس بالبرود، بس فينا نقول للأسف بالويك أند رح نرجع لموجة حر تانية مع حرارة 32 و33 درجة. يعني للأسف تمارا، نحن بنحب كتير الصيفية بس بهالأوضاع مع قطعة الكهرباء كمان وقطعت الموتور تقنين الكهرباء، فالشوب عم بيزيد كتير قصص، مشان هيك يعني الويك اند جاي كمان درجات الحرارة عالية. أكيد تمارا ما بدنا ننسى نكون عم نذكر المشاهدين، بس يكونوا برات البيت وعم يعملوا بروجرامات، ما تنسوا مشاهدينا أنه تحطوا الكمامة لحتى نحد من سرعة انتشار فيروس كورونا، وخاصة أنه الأعداد كل يوم عم بتزيد، فلازم ناخد كل الإجراءات الوقائية لحتى نحد من سرعة انتشار فيروس كورونا. ومثل ما قالت تمارا أنه جايين على شوب بالويك أند، كمان لازم تنتبهوا تحطوا إكرام بشكل دايم وتشربوا مي كتير منيح، وإذا رحتوا على البحر أكيد ما تنسوا تغطوا شعركم وتحطوا شابو حتى أشعة الشمس ما تأذيكم ولا تأذي صحتكم. إن شاء الله أكيد مشاهدينا تكونوا عم تاخدوا كل هالمعلومات بطريقة يعني إيجابية ليلتزموا فيها. بعين الاعتبار كمان صحيح، خاصة المعلومات اللي خاصة بكوفيد اللي ترجعنا شفنا ارتفاع للحالات تبع كورونا، فكمان ندعي المشاهدين أن يكونوا عم يتوقوا وياخدوا كل الإجراءات الوقائية على أكمل وجه. من بعد فقرة الطقس أنا وياكم وريتا رح نكون عم نتوقف مع جولة من الأخبار بفقرة المتفرقات. سمعت أو شفت بالفيديو المتداول أو الصور المتداولين على مواقع التواصل الاجتماعي لممرضين وممرضات من مستشفى أوتيل ديو، هن وعم بيجروا شخص او ما بعرف اذا فينا نقول مريض على الباد بالطريق باتجاههم لمستشفى رزق. تناول مستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي مشاهدينا مواقع اخبارية لبنانية وعربية وحتى عالمية فيديو لنقر المريض من مستشفى رزق لمستشفى اوتيل ديو بالاشرفية سيرا على الاقدام بسبب فقدان البنزين، وفقا للعديد من المواقع الاخبارية. بس هذا الخبر كان غير صحيح، هو مستقصد ليوصلوا صرخة للشعب وصرخة للحكام على انه القطاع الطبي عم بيعاني يا ريتا، وكان هذا الادعاء هو بس مجرد مشهد تمثيلي بس كمان ليوصلوا صرخة. بس قديش هو قوي وقديش بالفعل أثر بالناس، يعني مساج كتير قوي، وخاصة بالظروف اللي نحن عم نعيشها مثل ما قلتي تمارا،
المستشفيات، المستلزمات الطبية، يعني حتى في مرضى عم يطلبوا الأمبولانس أوقات ما معه ما في بنزين يجي بنزين، ياخدهم. صح، كرمال هيك يعني كانوا عم بيجربوا يوصلوا قد ما فيهم فكرة القائمين على هذا المشهد التمثيل أو حتى الاحتجاج إذا فينا نسميه، أو طريقة التعبير اللي كانت فعلا بمحل. نحن نتمنى أنه يمس بعض الأطراف اللي عن جد عم بتأثر بواجباتها تجاه الشعب. من بعد الخبر الثاني، شو محضرتينا بالخبر الثالث ريتا؟ بالخبر التالي تمارا عم بحكي اليوم عن الدوبامين. تعرف الدوبامين هو هرمون السعادة، رح نحكي عنه مع درجات الحرارة. مشاهدينا، مع ارتفاع درجات الحرارة الكتار بيشعروا بالضجر بالصيف، خاصة بالنسبة للأشخاص اللي بيشتغلوا بمواقع عمل مكشوفة وبيواجهوا أشعة الشمس وحرارة الجو بشكل مباشر. فالدوبامين يلي هو هرمون الشعور بالسعادة وتحسين المزاج رح يقدر يتغلب على ضجر الحر والهروب من ضغوطاته وأثاره النفسية. ونشر موقع The Health Site 5 طرق طبيعية لزيادة مستوى الدوبامين بالجسم. أول، تناول البروتين، التعرق وممارسة الرياضة، النوم المنتظم، اكتئاب الشتاء، والتأمل والهدوء. يعني قديش نحن بحاجة لهالهرمون ريتا بهيدا الأيام، حاجة كتير بتنقصنا السعادة وبحاجة لهيدا الهرمون. أما بخبرنا الأخير ريتا، بعرف إنك كمان محضرتي لنا خبرية مهضومة من مثل أخبارك بالعادة. صحيح تمارا، هذا الخبر بيحكي عن جزيرة هلأ رح نحكي عنها لتشوفي شو اجاهم أوفر عمل، يعني شيء هيك حلو كتير. تبحث جزيرة بريطانية نائية حاليا عن مدير مدرسة، حيث ما بيوجد فيها سوى موظفين و3 طلاب فقط، ووصفت الوظيفة بأنها فرصة العمر، بحيث أنه المدير رح يشتغل لمدة 35 ساعة بالأسبوع ورح يتلقى معاش بيوصل ل 77,000 دولار بالسنة. وهيدي الوظيفة بدعم من الحكومة لتشجيع الناس على تولي الوظائف بالجزر البعيدة. يعني الفيكنسي بعدها مفتوحة ريتا، لازم نقدم. قدم عليها. من بعد فقرة المتفرقات شو عنا ريتا؟ من بعد فقرة المتفرقات اللي كانت غنية بالأخبار الحلوة، تمارا هالجمعة مثل ما قلنا لك كلنا بدنا نظهر، بدنا نروح. فاليوم وين اخذتينا مشوار؟ على اي قريه؟ اخذتكم على قريه ببلده، قريه عفوا بالشمال ريتا. خلونا نتعرف عليها اكثر بفقره قريه اليوم. قريتنا اليوم هي بشعلي. مشاهدينا، بشعلي من اجمل بلدات جرود باترون، ترتفع عن سطح البحر ما بين 1200 و 1350 متر، وبتبعد عن بيروت حوالي 70 كيلومتر. عدد سكانها 3000 نسمة، بيقابلهم عدد مماثل بالاغتراب. عند الدخول عليها من الجنوب تستقبلك 12 زيتونة عملاقة بيتجاوز عمر آلاف السنوات، وبطرف البلد الشمالي كمان تنتصب قلعة الحصن بأثار الفينيقية والرومانية والبيزنطية والصليبية. وبتتوسط بشعلة مشاهدينا كاتدرائية مار إصطفان بقبتها المدهشة. وكمان لا شك أنه بشعلة مشاهدينا هي بلدة مباركة، حيث بتحيط فيها مزارات وأديرة من الجهات الأربعة، بنذكر منهم مردومة، مريشة، مرتومة وغيرها. وكمان عند الوصول لأعلى شعلة بيستقبلك الصليب بتمثال مار شربل المحاط بقلب يسوع وصليبه المقدس. قديش حلوة نكون عم نزور قرية أو بلدة بشعلة ريتا كمان هذا الويكند. يعني تمارا لازم نكون عم نزورها، وندعي كل المشاهدين انه يزوروها، لانه هالبلده غنيه بالتراث الكنائسي كمان، يعني مثل ما ذكرتي كثير حلوه انه نزورها. اكيد حلو انه نزورها. وعدا هيك ريت، انا كثير بحب اذكر وشجع انه بلده بشعلي كمان بلده كثير خارج الشخص يكون عم يعمل فيها هايكنج، فيها دروب للمشي وللهايكنج كثير مميزه وكثير حلوه. من بعد فقرة قرية اليوم رح نروح أنا وياك ريتا والمشاهدين لمعلومة خاصة بالطب، بدي تخبرينا أكثر وتخبري المشاهدين عنها. يعني اليوم تمارا المعلومة يلي منقيتها شاملة كل أعضاء الجسم. حلو. كل أعضاء، فهلأ رح نشوفها أكيد بفقرة معلومة طبية.
مشاهدينا إذا كنتوا بتهتموا بقلبكم تجنبوا الإكثار من الملح، إذا كنتوا بتهتموا بكبدكم تجنبوا الإكثار من الأطعمة المدهنة، إذا كنتوا بتهتموا بإمعائكم استبدلوا الأكلات السريعة بالخضروات، إذا كنتوا بتهتموا بمعدتكم تجنبوا الأطعمة الباردة، وإذا كنتوا بتهتموا بكليتكم كتروا من شرب المي بالنهار، وإذا كنتوا بتهتموا بدماغكم ناموا على القليلة 8 ساعات يومياً. أكيد مشاهدينا إذا كنتوا بتهتموا بالحواليكم شاركوهم هالمعلومات. أكيد ريتا، نحن بدنا نشكرك على المعلومات المهضومة. مدى المشاهدين عن جد إذا فعليا بيهتموا بالحواليهم يكونوا عن جد عم بيشاركون هود المعلومات الطبية القيمة اللي بيحافظوا على صحة الجسد والنفس كمان بنفس الوقت. وصلنا لنهاية فقرتنا الصباحية ريتا، رح نتوقف مع تيبس باي مايا صغيب ونساء رائدات، ومن بعدها رح نكون عم نبلش باستقبال ضيوفنا. خليكم معنا مشاهدينا. شو هو تطبيق المصادقة أو الأوثنتيكيتر وليش لازم تستخدمه؟ طبيعي وقت اللي بيتعلق الأمر بتأمين حساباتنا منبلش بكلمة مرور قوية، لازم تكون مؤلفة من الأحرف والأرقام والكابيتال كيس، وطبعا ما لازم تكون قصيرة. تم تسريب ما يقارب 8.4 مليار كلمة مرور ضعيفة مؤخراً عبر الإنترنت كجزء من عملية اختراق. امتلاك كلمة مرور قوية هو الخطوة الأولى طبعاً، إنما يجب إضافة طبقات حماية إضافية للحماية التامة من الاختراقات، وهم دور تطبيقات المصادقة الثنائية أو التو فاكتور أوثنتيكيشن. على الإنترنت عاطل في خطر الوقوع تحريك اختراق، بس المصادقة الثنائية أو التو اف اي بتعمل على تعزيز دفاعاتكم. يمكن إنه يكون شيء ما حدا بيعرفه غيركم، مثل إجابة على سؤال أو بصمة إصبع أو نمط صوت أو مسح ضوئي للوجه. إذا ما تم التعرف على أي من هذه العوامل فما رح تتمكنوا من الدخول لحسابكم. وقت بتثبتوا تطبيق المصادقة على جهازكم الذكي بيقوم بإنشاء رمز مرور لمرة واحدة بتتكون من 6 إلى 8 أرقام كل 30 ثانية، وبتنتهي صلاحية الرمز بعد 30 ثانية، لذلك إذا تمكن أي شخص من الحصول عليه فما رح يعمل بعد مرور هيدا الوقت. منكم بحاجة إلى تقديم رقم هاتف للتطبيق، فالتطبيق بنفسه فريد من نوعه لهاتفكم. بتكون إعداد تطبيق المصادقة مع موقع ما من مسح رمز الاستجابة السريع أي الكيو آر كود بالتطبيق لحفظ مفتاح سري. بعد ذلك كل ما قمتوا بتسجيل الدخول لهذا الموقع رح يرسل رمز للتطبيق. تطبيقات المصادقة الأكثر شيوعاً هن الجوجل أوثنتيكيتر والمايكروسوفت أوثنتيكيتر. تابعوني لمزيد من النصائح عبر شاشة مريم تي في. لورين باول جوبز سيدة أعمال أمريكية، وهي أرملة ستيف جوبز المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أبل. ولدت لورين عام 1963 في ولاية نيو جيرسي الأمريكية، وهي حائزة على الماجستير في إدارة الأعمال من كلية ستانفورد. أسست لورين شركة إميرسون كولكتيف التي تعنى بالسياسات المتعلقة بالتعليم وإصلاح قوانين الهجرة والعدالة الاجتماعية والحفاظ على البيئة. شاركت جوبز عام 1997 في تأسيس كوليدج تراك، وهي مؤسسة غير ربحية في ولاية كاليفورنيا توفر للفقراء فرصة لإكمال تعليمهم الجامعي. بعد وفاة زوجها سنة 2011 ترأست لورين شركة ستيفن جوبز تراست التي أصبحت لورين باول جوبز تراست، حيث تمتلك ما بين 130 مليونا إلى 140 مليون سهم، أي ما يعادل 7-8% من حصة شركة وولت ديزني، لتكون بذلك أكبر مساهم فيها. ينبغي أن ذاك يزيد وأني أنا أنقص، الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع، والذي من الأرض هو أرضي ومن الأرض يتكلم، الذي يأتي من السماء هو فوق الجميع، وما رآه وسمعه به يشهد، وشهادته ليس أحد يقبلها.
ومن قبل شهادته فقد ختم أن الله صادق.